من فارق والداه أو أحدهما هل باقي فرصة للبر؟ والله لو أن البر ينتهي بموت الوالدين تقرحت عيون الأبناء وتفتتت أكباده، ولذلك إياك أن تقول ماتت أمي مات أبي. البر الصادق يكون بعد الموت، الدعاء لهما في كل سجدة دعوة، كل تشهد دعوة، إكرام أصدقائهم، ابحث عن صديقة أمك جارتها، ثم بعد ذلك الصدقة عنهما. لو قيل لأحدنا الآن وقد ماتت أمه، أمك على باب المقبرة، خرجت من القبر التراب على رأسها تنادي، تعرفون فلان؟ قلنا نعرفه، فأتيناك الليلة يا أبو فلان ويا أم فلان، وقلنا أمك على باب المقبرة والتراب فوق رأسها، تقول ارحمني، تصدق عني، أعطني مما لله الذي أعطاك. يا من ماتت لكم الآباء والأمهات، لو علمت أن أمك أخرجت من القبر لضيق القبر ولحاجتها للعمل، ألا تخرج من مالك؟ أقسم بالله ما